صحيه، ويكون معانا اللي هو عمرو حنا في محافظه البحر الاحمر، نتكلم من ضمن المحافظات اللي حصل فيها تطعيم من المحافظات السياحيه، مش الفنادق بس، لا ده حتى وسعوا للمتعاملين او اللي هيتعامل معاهم السائح. سياده المحافظ، اولا مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا استعداداتنا ل طبعا السياحه التي ستعود ان شاء الله، النهارده بنتكلم على المانيا، استعداداتنا ايه بشكل عام على السياحه؟ شوف حضرتك، يمكن احنا من بدايه شهر مايو والحقيقه كانت الوتيره سريعه جدا في عمليه التطعيم زي ما حضرتك قلت لكافه المتعاملين مع السياحه، بمعنى مش فقط اللي عاملين في الفنادق ولكن البازارات ايضا، لان دي تتعامل بشكل مباشر برضو مع السائح، والتعاملات اللي بتتم في المطار، سائقي يعني سيارات، سائقي سيارات السياحه ايضا، سائقي سيارات تاكسي. احنا يمكن وصلنا في معدل، احنا بدانا يوم انا فاكر 6/4، النهارده احنا وصلنا لحوالي يمكن داخلين على 60,000 تم تطعيم. نعم، كويس. فاحنا وسعنا الدايره، مش بس الفنادق، لا وحتى الدايرة طبعا. اللي هيتعامل، لانه السائح مش هيقعد في الفندق، السائح ده هينزل يشتري، ياكل، يتعايش مع الناس يعني. ده جزء. الجزء الاخر حقيقتك، اصلا الوتيره سريعه ايضا بالنسبه للتطعيم بالنسبه للمواطنين، اللي هو طبقا ل يعني اللي محطوط يعني وزاره الصحه محدداهم الفئات، يعني محددة يعني يمكن وصلنا ايضا برضو لحوالي 10 او 12,000 يمكن في خلال اليومين دول، انا ما جاليش اخر احصائيه بالظبط، لكن لغايه اول امبارح احنا كنا تقريبا في حدود ال 10,000 او 11,000. النهارده كان في لقاء مع السفير الالماني، ايه اللي تم وامتى عوده السياحه الالمانيه اللي هي بالنسبه لهم الغردقه اهم مقصد سياحي تقريبا في مصر؟ هو الحقيقه الراجل كان متفائل جدا وقال لي انا متفائل للغايه. هم طعموا 40% من الشعب الألماني الطعم. قال لي في حالة من التشوق من قبل المواطن الألماني، خاصة اللي هو معتاد ان هو يزور الغردقة باستمرار، ان هو يجي يزورها، وأيضا عدد كبير يعني من الناس، وان هي هتكون المقصد السياحي الرئيسي بالنسبة للألمان بمجرد ما يتم السماح ليه. نعم. أيضا بالنسبة لل 40% اللي هو يعني كانوا يشيل ليهم اللي هم الطعموا، يعني هيكون في لينا نصيب كبير منهم في السياحه خلال الفتره الوجيزه بقول الوجيزه القادمه. حددوا مواعيد ولا لسه مع بدء السماح؟ لا ما حددش الحقيقه، ما حددش الحقيقه مواعيد، ولكن هو النهارده نزل وكان عنده عده لقاءات مع عدد كبير من شركات السياحه المتعامله مع الالمان، يعني عقد لقاء، يمكن هو بيعقد لقاء دلوقتي حاليا وانا بكلم حضرتك. ايضا يمكن اتكلمنا في موضوع مهم، حضرتك عارف ان عدد المقيمين الالمان الموجودين في الغردقه بصفه مستديمه حوالي يمكن 20,000 يعني او يتجاوز هذا، وعندنا مدرسه المانيه، عندنا حاجات كتير جدا. هو مهتم او يعني بصدد التفكير في ان يكون في قنصليه المانيه مستديمه موجوده عندنا في الغردقه. دي خطوه كويسه كمان. دي يعني من ضمن الحاجات اللي لازم نخص سيادتك بيها يعني. هايل. يبقى بنتكلم على قنصليه، وارد يبقى عندنا قنصليه او في تفكير حاليا يعني افتتاح قنصليه المانيه في الغردقه. هو التفكير طبعا من عندهم يعني. من عندهم. قبالهم هم، وطبعا ده بياخد اجراءات. ما هو منسوب للسفير الالماني طبعا. بالظبط. نعم. ليها اجراءات. لها اجراءاتها يعني. طيب. سياده المحافظ، لو انا بتكلم ايضا على يعني لو اتكلم مع حضرتك على وضع امنيا، شايفين ازاي الوضع عندنا في الغردقه او في مصر بشكل عام، لو كان نتكلم مع حضرتك في هذا الامر. والله بالنسبه للاجراءات الامنيه الحقيقه يعني كان في زياره يمكن من حوالي اقل من شهر، كان دوله رئيس مجلس الوزراء تشرفت بيه، والحقيقه هو كان حريص جدا على ان هو يتفقد يعني ما يتعلق بمطار الغردقه ومحيط مطار الغردقه والاجراءات الامنيه، والوضع الحمد لله يعني مطمئن للغايه.
ايضا احنا يمكن يعني لم نشهد الحمد لله في الغردقه اي نوع من انواع الحوادث اللي هي اللي يعني المريبه يعني او اللي هي في هذا الاتجاه حتى يمكن قبل 2015 قبل موضوع الروس يعني او قبل المساله بتاعه الروس الحمد لله الامور مستقره. احنا باستمرار طبعا في تنسيق امني مستمر وباستمرار يعني الحقيقه دايما انا على طول يعني يمكن ما بيعديش اسبوع لما على طول ببقى مع مساعد وزير الداخليه اللي هو سليمان شتا على طول في اجتماعات مستمره بالنسبه للتنسيقات الامنيه. طيب سياده المحافظ هل السياحه اللي عندنا النهارده منين اللي موجود عندنا؟ شوف هقول لحضرتك احنا برضو من ضمن الاخبار اللي هقولها لحضرتك الجديده يمكن اللي هيزيد عندنا شويه خلال المرحله كمان اللي جايه وده تم التعاقد عليه فعلا السياحه الصربيه. احنا صربيا عندنا صربيا هيكون في 7 رحلات صربيه دي من دلوقتي لغايه شهر 9 يوميا يوميا دي هتبقى شارتر ودول بداوا هيبقى في من عندنا احنا 5 رحلات من اير كايرو برضه يوميا احتمال الخمسه يترفعوا لسبعه هيبقوا 14 رحله يعني ده بالنسبه لصربيا عندنا اوكرانيا شغاله كويس جدا عندنا بولندا شغاله كويس جدا يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه ان احنا لما عملنا الحسبه كده سريعا لقينا ان احنا الحمد لله تجاوزنا اكتر من 50% من الوضع اللي احنا كنا فيه قبل كورونا بالنسبه للاشغال يعني خلال الفتره دي وده شيء مبشر يعني كويس بدايه كويسه الحمد لله الحمد لله يا فندم. الروس لسه الروس هم الروس حضرتك عارف ان الروسي ما بيجيش بشكل منفرد يعني الروسي عاده بيجي من خلال زي ما بيقولوا تور اوبريتور او منظم للرحلات لكن هم بعتوا الناس بتوعهم الكبار وقعدوا مع كبار المستثمرين هنا للتعاقد يعني هي المساله مساله بيتفقوا يعني لكن ما فيش حاجه مؤجله او ما فيش حاجه متاخره على يعني مجرد اتفاقيات على عدد افواج او كلام زي كده لكن الامور ماشيه الامور ماشيه كويس يعني يعني ماشيه في الاتجاه اللي هم قالوا عليه ماشيه في لا ماشيه تماما بالنسبه لنا كمطارات وحتى برضه انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه يمكن حد قال لي لكن انا مش مأكد المعلومه ان هو الطيران الريجولر اشتغل مع مصر يعني اشتغل مع القاهره فلفت نظري النهارده انا كنت راجع على الطريق الحقيقه كنت راجع على الطريق البري كنت راجع للقاهره النهارده فلفت نظري فعلا عدد كبير جدا من اتوبيسات السياحه في اتجاه الغردقه ودي روس يعني هم جم عن طريق مطار القاهره وطالعين بري على اساس ان لسه ما فتحش الشارتر يعني او يعني بيجي على القاهره ويروح الغردقه او يروح شرم زي ما هو عايز يعني احنا لما السائح ده بيوصل الغردقه ايه الاجراء اللي انا بتعامل اجراء الصحي والوقائي اللي انا بتعامل معاهم اول وصولهم؟ شوف حضرتك هو اول ما بيفتح يعني مجرد ما على طول بيبتدي ينزل اول حاجه بيخش وده الحقيقه احنا المطار عندنا في الغردقه وفي شرم الشيخ ايضا تم تجهيزه الحقيقه بشكل جيد جدا اول حاجه طبعا بتتم عمليه قياسات على طول اوتوماتيك قياسات درجه الحراره حتى يعني لو هو مش لابس الكمامه بوضع سليم بيديله الارم يعني ده بدايه يعني حتى الاجهزه اللي ركبت عندنا بيتم عملية الجوازات بشكل منظم جدا وبتباعد بيخدم الجواز السفر بتاعه وبيبتدي يطلع احنا بنعمل بقى عملية يمكن اضافية شوية ان احنا بنعقم كمان الحقائب يعني الحقائب دي بيتم عملية تعقيم لها قبل ما تخش على السير يستلم الحقيبة بتاعته الاوتوبيس نفسه بيبقى معمله الاجراءات بتاعته حتى في الجلوس وفي يعني عمليه التباعد دي معمول حسابها من البدايه وصولا الى الفندق، الفندق بيبدا الاجراء الاخر برضو ايضا الفنادق برضو الى حد يعني احنا لسه ملتزمين بالنسبه للموضوع يعني وبيبقى في اشراف بشكل مستمر على حته التباعد وكيفيه التعامل وما بيبقاش في مثلا حفلات ويبقى في تزاحم ويبقى يعني حاجات من النوع دوت يعني. حضرتك من شويه بتقول لي انا كنت على الطريق وجاي او راجع راجع جاي من القاهره ولا راجع من القاهره؟ لا راجع من الغردقه للقاهره. من الغردقه للقاهره بالعربيه؟ راجع بالعربيه. ما عندكوش طيران؟ عندي طيران بس انا برجع بالعربيه.
ليه 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 يا فندم؟ عشان بمر يا فندم وانا راجع على راس غار، يعني انا عندي مدينه في اتجاه العكسي، يعني على مسافه 150 كيلو مني. فانا بحب اشوف وانا راجع بشوف راس غارب، واحب ابص على الزعفران، يعني الاتجاه الشمالي بتاع المحافظه. بدل الساعه بتقعد اربع خمس ساعات في العربيه؟ عشان تشوف عشان لا تشوف لازم لا عشان اشوفهم ويشوفوني. لا بجد والله. حاجة بترجع عشان تشوف كمان المراكز او الناس وال بص اقول لحضرتك على حاجه، انا وانا راجع براجع على الطريق. دي مهمة جدا بالنسبة لي، الطريق نفسه إذا كان في أي ملاحظات نسق على طول مع الطرق والكباري عندنا، إذا كان في أي مشكلة أو حاجة زي كده. بحب أشوف برضو الأكمنة أخبارها إيه اللي موجودة على الطريق، يعني هو نوع من أنواع الاستطلاع برضو للشكل العام، لأن الطريق حيوي جدا. الحاجة الثالثة، في زي ما بقول لسيادتك في مدينتين، يعني أو يعني نقول الزعفرانة اصغر شويه، لكن مدينه غارب احيانا كتير جدا يمكن اهالي جاي غارب نفسهم ما بيحسوش، انا بخش اخد بس مجرد يعني مرور في الداخل وبعدين اكمل طريق على الزعفران. فدي بقى يعني دي عادتي الحقيقه من ساعه لما توليت المحافظه. انا نادرا ما نزلت بالطياره الا لظروف يعني. لكن بتكتشف بصراحه حاجات بصراحه. اي فندم، اكتشفت حضرتك في الجولات اللي حضرتك بتعملها كده وانا بمر المرور ده تكتشف حاجات سلبيات؟ في البدايه كان مع الـ مع مع هقول لحضرتك على حاجه، مع مرور الوقت هم عرفوا ان انا يعني بمر يعني بردع كتير عن طريق البري، فالحقيقه انا بامانه يعني وده اشهد بيه بدا يبقى في تلافي العديد من السلبيات. ويعني كان يمكن اهم هذه السلبيات كان في تجاوزات جامده جدا بتبقى في عارف حياتك الحاجات اللي هي الخدمات اللي بتبقى على الطريق العشوائيه دي، زي القراوي وزي محلات الكاوتش اللي شكلها حتى مش مظبوط، ويعني كلام من النوع دوت. الحقيقه لا، ما بقاش بقى الكلام دوت، احنا شلنا الكلام ده خالص. وحتى احنا مش مجرد ان احنا شلنا وخلاص، احنا شلنا وعملناه بطريقه حضاريه. يعني احنا يعني ظبطنا لهم الاداء بتاعهم، يعني خليناهم يشتغلوا بس عملنا لهم حاجه كويسه، عملنا لهم شكل حضاري يعني. شكل حضاري في تنسيق، ما يبقاش كل واحد بيعمل حاجه بمزاجه يعني. بالظبط كده. بالظبط كده. فهو يمكن كان فتره في فترات في الماضي يعني يعني طبعا زي ما حضرتك بتقول الطياره 40 دقيقه والعربيه 4 ساعات. يعني هو يعني طبعا مش هنقول بقى احنا مش يعني كلمه مشقه دي مش موجوده عندنا في القاموس بتاعنا. صحيح. لكن ده شغلنا ولازم نبص عليه ولازم يشعر الناس ان احنا موجودين. او بتقعد دايما بلاقي سفره كتير رايحين جايين على عند حضرتك واجتماعات، يعني غير تنسيق ده ايضا ده بيبقى ما وراء ذلك. مفيش حاجه ورا كده بس يعني هو احنا بنتكلم في السياحه، يعني هنتكلم فيه بس يا استاذ احمد؟ لا انا بتكلم على السياحه والله والله لا اقصد اي شيء غير السياحه. ايوه لا هو بشوف هقول لحضرتك على حاجه يعني انا لا اصل بيبقى مهم كمان انه يجوا ويشوفوا وينزلوا ويتمشوا ويشوفوا البلد. يعني بص يا فندم احنا هقول لسيادتك يمكن انا يمكن سبق ويمكن قلت لحضرتك على الموضوع دوت، احنا عندنا جاليه أجنبية متنوعة مقيمة بشكل مستمر يتجاوز عددها 70,000. دول موجودين بشكل مستمر. فكتير جدا من سواء القناصلة أو سواء السفرة بيبقوا حتى زياراتهم ليا للإطمئنان على أحوال الجالية بتاعتهم اللي موجودة هنا اهوت. وده بيبقى تكليف عندهم دوري بأن هم يشوفوا أوضاع جاليتهم ويعني كيفية أو إذا كان في أي مشاكل بالنسبة لهم نقدر ان احنا نساعد فيها ونتغلب عليها. كان في فعلا كام حاجه وحليناها يعني على مدار السنه اللي فاتت. فيمكن دوت ده احد الاسباب. السبب الاخر طبعا هو السياحه، لان معظم الدول دي هي الدول الرئيسيه اللي بيبقى وافده السياحه منها لينا يعني. يعني هتلاقي معظم الناس اللي التقيت بيهم اللي كان التقينا طبعا مثلا القنصل الانجليزي وال فرنساوي والايطالي يعني كل الكلام ده، لكن هتلاقي برضو في يمكن شرق اوروبا كان واخد يعني كان واخد برضو اهتمام في الـ في الـ في الفتره اللي فاتت. احنا على وعدنا بالمناسبه زياره البحر الاحمر ان شاء الله.
يا فندم سيادتك انا بقول لحضرتك احنا قلنا يعني بعد اجازه العيد وبعد العيد والدنيا كده نيجي قبل بقى ايه دخول السياحه بجد ان شاء الله. حضرتك في اي وقت تنورنا يا فندم. سياده المحافظ بشكرك، سياده اللواء عمرو حنفي بشكرك، شكرا جزيلا.